السلام عليكم. اليوم نشرح موضوع جديد من مواضيع ال 8086 مايكرو بروسيسور ايميليتر. اليوم موضوعنا يحكي على الستاك ميموري. الستاك ميموري هي عبارة عن جزء معين من الذاكرة، يعني الذاكرة حتكون مقسمة، فهو البروسيسور حياخد جزء معين من الذاكرة ويكون الغزم بها مؤقتا. زين، ليش نستخدم هذا الستاك ميموري او الغزن المؤقت؟ انه مرات الريجستر، يعني صح عندنا تقريبا 4 ريجسترات واكثر يعني للغزن، بس مرات ما تكفي، يعني كأوبريشنات ما تكفي، فيحتاج شنو يخزنها يعني بميموري الأوبريشنات، وبعدين يعني يسوي لنا عليها بروسيس. الستاك ميموري هي حتتكون من يعني أمرين، الأمر الأول اللي هو بوش، الأمر الثاني اللي هو بوب. البوش معناته إدخال، يعني البوب معناته إخراج. ماشي، زين. البوش والبوب بال 8086 يتكون من 16 بت. يعني إذا كتبنا كلمة بوش وبصفة يعني ريجستر، يدخل 16 بت، يعني ما يدخل 8، يدخل 16. كذلك بالبوب يدخل 16 بت. زين، البوش حيستعمل، يعني نكتب أمر بوش بصفة يكون يعني أما ريجستر أو سيجمنت ريجستر أو ميموري أو إيميديت، هاي للبوش. بعدين نجي على البوب. البوب هما نفس البوش، اللي هو أما ريجستر أما سيجمنت ريجستر أما ميموري أما إيميديت. زين، نجي على موضوع عندنا انه الميموري بالستاك، يعني احنا مو قلنا 16 بت. 16 بت معناته شنو؟ معناته اذا هنا، يعني هنا كل حرف او كل رقم بيه يمشي على 8، فاذا قلنا 16 بت معناته شنو؟ حيطفر 2 2. يعني هنا اذا شفنا الميموري مال الستاك، حتبدي مثلا من هذا الرقم، بعدين ثاني رقم حيبدي هذا. ليش بدأ اي و سي؟ ليش الدي مكتبها ومفروض اكو اي دي سي هيجي؟ لا، هو شنو انه 16، فشي يسوي يطفر، يعني يعبر واحد، يعبر واحد هيجي، يعبر واحد. هنا مفروض بي مثلا ما اخذه، عبر، فصار اي سي اي. هاي شنو؟ هاي شكل الذاكرة بالستاك، 16 بت. زين، نجي على انه شلون حتكون، يعني يعني كشكلين شلون حتكون. زين، هي الذاكرة قلنا هيج حتتقسم بهالشكل. بالبداية انه عندنا من اللي يأشر؟ دائما اللي يأشر هو التوب، دائما اكو مؤشر يسموه توب. زين، من اللي يأشر؟ هنا يأشر اكو ريجستر اسمه ستاك بوينتر، يعني هو بوينتر للستاك. دائما الستاك بوينتر يأشر على قيمة أعلى قيمة الستاك، أعلى شيء. زين، إذا هي تبدي من الصفر وجينا دخلنا مثلا رقم، هي هنا الرقم شلون حينكتب؟ حينكتب 2 4 ب 6. يعني هذا الرقم هسه اذا هو مقسم قسمين، ليش؟ انه كل رقم 8، بس دخل بشكل شنو؟ دخل بشكل 16، دخل بشكل 16، فصار شنو؟ قسمين، قسم 2 4 وقسم ب 6. فالمؤشر وين اشر؟ على نهاية هذا منه الرقم. يعني اذا كانت هاي هنا اللوكيشن 0. زين، دخل يعني كلمة وورد وشفتا 16 بت، في حيأشر وين؟ على 2، فيشفت 2 2. يعني هسه مثل هاي الحالة، وكان واقف هنا بس شفت 2، صار قد 4 هيج. واو، بوش بوش بوش، وصل هاي الحالة. بوب هماتين حالة، البوب انه حيطلع 2 2 هيج، يطلع 2 2. المؤشر يأشر يعني يعبر واحد. اوكي، زين، هسه نحاول انه نطبق يعني كمثال. خلنا نمسح هذا.
أتمنى مثال هذا أسويها بشكل مضبوط. أزين، المثال أنه شو يقول؟ يقول بالبداية أخزن لي قيمة الـ AX 1 2 3 4، بعدين الـ BX 5 6 7 8، ماشي، بعدين ستور AX بالستوك، يعني أخزن قيمة الـ AX 1 بالستوك، بعدين شو أسوي؟ أسوي كوبي فاليو أوف ريجستر BX إلى AX، يعني أخزن قيمة الـ BX 1 أوديها للـ AX، بعدين شنو؟ أرجع قيمة الـ AX من الستوك. زين، هسه شنو؟ نكتب بالبداية انه اخزن قيمة ال AX move AX ايش قد 1 2 3 4 edge، بعدين هماتين move BX 5 6 7 8 edge، ماشي. زين، هسه انا شو اسوي؟ هاخزن قيمة ال AX وين؟ بالستاك. فش اكتب push AX، بس تنكتب هالكلمة فهينخزن وين يروح؟ هيروح بالستاك. زين، حيروح بشكل شنو؟ حيروح بشكل هذا الرقم كله، يعني 16 بت كله حيروح هناك. زين، عندنا هسه كوبي بي اكس تو اي اكس موف اي اكس بي اكس، شلون يعني؟ يعني حروح حتجي قيمة البي اكس وين تروح؟ قيمة الاي اكس كوبي حصل. بعدين شو اسوي؟ بوب منو؟ الاي اكس، استرجع من الـ AX مين؟ من الستك. هسه نطبق emulate. زين، هنا عندنا هسه هذا الكود انكتب هنا. زين، نطلع قائمة الستك اللي من هنا، نكتب ستك. زين، مثل ما تلاحظ انه مكتوب 0770 FFFE، هاي القائمة كلها منو؟ هاي ذاكرة الستك. زين، شنو هاي 0770؟ اللي هو شنو؟ اللي هو سيجمنت ستك، اللي هو يعني هذا له علاقة وين؟ بالستك. وعندنا منه الـ SP همتين له علاقة وين؟ بالستك. فهذا اللي يأشر على الستك، وهذا هو بداية الذاكرة مال الستك. زين، مثل ما تلاحظ الـ SP وين مأشر؟ FFFE، هاي السهم FFFE. زين، هسه شنو؟ نخزن قيمة الـ AX 1 2 3 4 أو 1 2 3 4. زين، نخزن قيمة الـ BX 5 6 7 8. زين، نخزن نسوي بوش للـ AX وين؟ بالستك. هاي الـ AX 1 2 3 4، بس شنو صارت؟ C. ليش؟ انه D و C اخذتها فصارت 16، ماشي. مثل ما تلاحظ الـ SP وين اشر؟ FFFC، ماشي. زين، move BX للـ AX، بي اكس وين حيروح؟ للاي اكس، صارت ذني نفس القيم انه كوبي. بعدين شنو؟ ارجع قيمة منو؟ ارجع قيمة الاي، الاي ايش قد؟ 1 2 3. وين حترجع؟ احنا قايلين له شنو؟ بوب الى اي اكس، يعني ارجع الى اي اكس 1 2 3، وايش قد صار الاس بي؟ اف 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 اي، مثل ما تلاحظ. زين، عندنا هم مثال ثاني. بس احنا هنا ايش قلنا؟ هو what are the value of SS and SSB، هذا اعتقد حليناه. هنا ال SS ايش قلت؟ 700، وال SSB FFE. نقدر نغير هذا؟ اي نقدر نغير هذا، نقدر. بس مثلا نحاول ان نغير هذا الشيء، بس قبل البوش مثلا نكتب موف، هو مدام سيجمنت فلازم اخزنه وين؟ بريجستر، يلا اخزنه بسيجمنت. فموف تي اكس نقول مثلا 1000، بعدين موف اس اس وين؟ تي اكس. اوكي، نفتح قائمة الستاك، موف موف اس تي اكس صارت 1000، تي اكس وين حتروح؟ للاس اس. هسه مثل ما تلاحظ باعوا قيمة الـ SS اختلفت، كانت ايش قد؟ 700. هسه اني اختاريت غير موقع للغزل مال ستاك، اختاريت الف اف 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 اي، ماشي. وهذا هم يعني نقدر نغيره،
بس هي يعني الديفولت حيجي هيك من النهاية للبداية، هو هيك حيكبر هيك. اوكي هذا هو موضوع الستاك. هنا همتي هنا بدي يقول اس اس زائد اس اس بي وات ذا فيزيكال ادريس. فالاس اس كانت الف مثلا، واس اس بي اف اف، فالالف تشفت صفر، ونجمع ويا الاف اف يطلع شنو شكل الفيزيكال ادريس. وها هي هذا كان موضوع الستاك ميموري بال 886. ان شاء الله سهل ومفهوم، وتلقون المحاضرات اللي جوا الفيديو. وشكرا.